شيل اللي عندك كله، شيل اللي عندك كله، لا تخلي شيء. شيل الخشب. ايش اسوي يا مدباش؟ الخشب يا فاغر اللي عندك فوق، شيله شيله. بشويش لا تكسر الدنيا بشويش. طيب طيب. ما تفهم انت اجريتك عندك انا. خلاص اسف يا مدباش اسف. بعد الخشب؟ ايه. يلا شوف شو اسمه، فصل الاسلاك حق الكهرباء. ليه افصلها يا مدباش ليه؟ الحين مين بيدفع كهرباء، انا ولا انت اللي قاعد ندفع؟ انت اللي بتدفع. صب على جحمه، خساره، هذا خساره، الكهرباء خساره على المحل. طيب. فصلها. اقول يا حبيبي يا خضران. يدك فيها مويه عشان تفك الاسلاك؟ ليه يا ابو دباش ليه؟ تبغى يجيني التماس؟ لا بس عشان اتاكد انك نشفتها من المويه. طيب. ايه طيب طيب. عقب ذكي الولد عرف انها ابغاها يودع الله. يلا 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 عجل عجل. اسمع فك الاسلاك وتعال عجل، سمعت؟ يلا طيب طيب. يلا. نازل نازل. الله فاتورة المحل زادت علي والله العظيم، منها شغلة اللمبات هذه، ما كل شيء فصلنا اللمبات، فصلنا الثلاجات، فصلنا ما عاد بقي شيء، كل شيء. أقسم بالله أنا دقت الحزة. نعم أبو دباش، كم مرة أقول لك لا تدقين علي في 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 مقر عملي؟ أنا عندي التزامات وعندي بزنس وعندي أشغال كثيرة، مالي فاضي يا أبو دباش. إيش؟ ايش فطور؟ ايش فطور؟ ايه فطور. لا والله بس اني معلش منضغط من الشغل. لا تزعل لا تزعل لا تزعل لا تزعلي. من اللي جابه؟ جارتنا راضيه؟ لا والله. طيب اقول لك، ومعاه سمن و الله يحفظها ويسعدها ام محمد. هيا ابرس الخضران الحين اعطيه، سمعتي؟ ولا احد يمد يد عليه عشان وجهاء القريه ياكلون منه. ما همني انا عشان وجهاء القريه، ونبغى ندعي لها المراه الصالحه هذه في امان الله. خضران ها انقز عند عمتك ام دباش، وروح جيب الخبزه اللي عندها وش اسمه. هبشر وسم العسل. هبشر. يلا يلا يلا. الله يستر عليك يا ام محمد. خبزه ما شاء الله، والله العظيم ام محمد ما خلت احد في القريه لا تصدقت عليه. خبزه سمن وعسل. اه يا قلبي جلسة الأرض ما في مثلها. أنا شلون اللي. السلام عليكم. السلام ورحمة. هلا هلا أبو عزيز. يا وش يا أخي تسمع أصوات مزعجة؟ إي والله انفقع مخي. في أصوات مزعجة قاعد أسمعها والله ما أدري. أنت الورعان ذولا ما أدري يا أخي أسمع. سؤال. إي راحة. يوم أنك شارب الماي ومخليه معك. ليش؟ ها؟ ما أبغى الناس يا أبو عزيز يشعرون أنك في خاطرك شيء ولا أنك تعبان. لا خليهم يدرون أني ميت حر. وملهد اهو بس ها اهو. اي والله. والله صح تعرف شارب من ذا الحين مخلي ذا. اي والله انك صادق. اقول لك يا ابو اشوفك داخل وجهك مو عاجبني والله. وانا اخوك ما بقى الا يوم على الطلب اللي هم طالبين، ولا دبرت ولا ربع المبلغ. والله يا ابو اقول لك شيء يا ابو عزيز. قل يا اخي انت ما انت اول شيبه كبير ولا اول شيبه صغير يدخل التوقيف، ترى يعني لازم. لو انا منك اتعود على شربة العدس اللي اشربها، هذه شربة العدس ترى ممتازة للجسم يا ابن حلال، تشربها في التوقيف تعود عليها. وانت تحسب ان خايف من شيء بهالدنيا؟ ها انا ما خفت على الشيء ذا، انا خايف من شيء بالاخره. الان اللي مكتوب عليه ذا شيء انا ما توقعته، صرت مثل الرضيع اللي يروح يتسلف له شيء ولا يروح يقصد له شيء ويجمع على روحه ضايع ولا يقدر يسدد. انا الحين مثله، شيء جاء علي ما اقدر اسدده وثابت علي وموقع باسمي. هذا اللي يخوف، شيء من عند الله انا اخوك ولا اللي من الدنيا. الحمد لله الحجز ما خفت منه، لو بدخل اليوم طلعت باتر الحمد لله. يا رب لك الحمد. حرامي والله يا حرام والله. ان هذا شيء يتعب الواحد، ولكن الله يعينك. ترى نعرف ناس قد دخلوا توقيف وماتوا شيء يعني مثلك كذا نفس سنك سبحان الله، وفي ناس كمان ماتوا ما اخبر احد عاش. لكن الله 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 يرحمك، الله يرحمك، وانت قدم للاخره ما تقدم للدنيا. الحمد لله الحمد لله. اقول لك اني ذابح، ترى اللي علي فلوس يعني مسدده مسدده، ابيع حلال ابيع اتسلف واسدد. انا مو سهل. وش موته الله يجعلك اموت؟ وش موته؟ لا لا بعدين تعال تعال. انا الان اطلبك انت 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 لحالك يا هالكومه هالشحم ذا، اطلبك 200 وشوي
200 وشوي، سيارك اللي انت راكب ذي 120 يا اخوي، انزل بيع السياره وعطني اياه. الا قص قص الاغراض ذول اللي انت رازن، انا اللي جايبهن شاريهن انت من قروشي انا يا اخوي، باع نص القيمه وعطني القروش حقاتي. حق كذا اقول حقك بيجيك والله من الهرج، حقك بيجيك والله من الهرج. الشرح اللي حاسب حسابك مو الشرح مو عليه اصبر اصبر بس. الو شي والله لا درك يا دباش، وين توترت انا توترت. اخذها يلا يلا اعطيتيه يلا السمن يلا يلا. والله يا شرها الشرها ما هي عليك يا ابو عزيز، لكن انت اخو عزيز ولا عمري ارضى عليك بشيء. تاخرت يا ولدي الله يهديك، تاخرت الله يصلحك ويهديك. كم مره اقول لك الاغراض هذه ما حد يتاخر في العيشه، العيشه يقول لك شو اسمه اللي ما ياكل يصبح مجهدا مجهدا. والله العظيم ان الواحد موده ولد. وين دام القطه ما حطتها عمتك ام دباش؟ والله ما اعرف شيء، انا ما اعرف شيء. انت كلته صح؟ لا 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 والله العظيم ما قربت حتى لي ولا شفت الكلام. انا اعرف اشم من ريحه الريحه دي. والله العظيم ما اكلت شيء. ما والله ما اكلت منها، ما اكلت منها والله ما اكلت. وكيف ذا شفت اللي دعت؟ لا لا ابدا ابدا ما شفت ولا شيء. هاي انقز عمتك جيب ايدام القوطه اللي عندها. يلا طيب. والله العظيم قسما بالله الواحد ما وده. ابو عزيز هلا، تعال نفدك تعال. لا انا طالبك بس بالله دخيلك. الله يرحم لي والديك ابو عزيز. الله يرحم لي والديك. والله ما يطب في فمي لا تجلس معي. الله يجعله بالعافيه، انا فكني تكفى خلي. حلفت بالله ما يطب في فمي حتى تجلس معي تاكل. يا ابني تعال. ما اقدر. تعال بالله تعال طالبتك يا ابن الحلال، كل هذه الامور مقدر عند الله وصدقني بتتيسر ولا تشيل هم شيء. اقعد يا ابن الحلال اقعد، والله العظيم الدنيا هذه ما تسوى ما تسوى شيء في 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 هذه الحياه كلها. ايه بس عشان حلفك ولا والله العظيم اني ما اقدر عليه. كل يا ابن الحلال سمن وعسل كل هذه مدباش جعلني معدمها ما شاء الله. ايه ما شاء الله مره مره. اذا تقول ما تطلع انت تاكل وبعد الفجر قامت ما لازم كل شيء لازم تتغذى. ما قاعد اشوف الاكل عليك هذا يا 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 ابو دبه. كل بسوي لك خبزه وسمن وعسل. الله يسعدها ما ترضى، تدري اذا ما كلمتها يجيها اكتئاب مره ما يعني يمكن ما ترقد يمكن وديها الطواري. تقول والله يا ابو دباش انت اغلى من عيوني. هذا دباش هذا شغل من ام دباش. والله يا اخي انا ما ادري ما ادري متى تترك هالعاده انت. ما تستحي انت من جد والله ما تستحي. ايش فيك؟ وش ايش فيك؟ ها؟ لو تسال اي بزر بالشارع تقول له من اللي طاب خنذا؟ قال هذه ام محمد، هذا شغل ام محمد. كيف عرفت انت؟ ها؟ كيف عرفت؟ والله انك مجرم. كيف عرفت انك ام محمد؟ كيف عرفت؟ ليش تذابت؟ انت ليش تذابت؟ ها؟ ليش تذبت؟ يا أخي والله العظيم ترى مو بعيب ولا ينقص منك أبد لو قلت هذه جارتنا أم محمد كثر خيره اليوم انفطرتنا، ما هو بعيب أبد. وشغله مدباش ترى ما نجهله، حنا ندري مرتن سنعه وتعرف شغله وما هي بناقصة أم دباش. ما تعرف ما فيها خير أم دباش، ما فيها خير أم دباش هذه ما فيها.